معنا من الجنينة مراسلنا خالد عواز. خالد أهلا بك معنا في هذه الساعة، وضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع الأمني، من سيحضره خلافا لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، ماذا في التفاصيل خالد؟ نعم صحيح تسابيح، الاجتماع انطلق منذ نحو ثلث ساعة 20 دقيقة في مقر قيادة الجيش السوداني هنا في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. حميد اصطحب معه من الخرطوم أو كان برفقته عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس والطاهر حجر، وكذلك الفريق خالد كافي نائب رئيس هيئة العمليات في الجيش السوداني، وكذا عدد من قادة جهاز الأمن والمخابرات الجهاز المخابرات والشرطة السودانية. الاجتماع انطلق لمناقشة الأوضاع التي عانت اضطرابا بطبيعة الحال خلال الأسابيع والأشهر الماضية هنا في ولاية غرب دارفور. بعد هذا الاجتماع سيتوجه هذا طبعا أيضا ضمن الاجتماع قادة الولاية من الشرطة والجيش والدعم السريع، وكذلك والي الولاية خميس بكر. بعد الاجتماع سيتجه الجميع إلى موقع آخر لحضور احتفال شعبي بمناسبة توقيع مصالحة بين بعض المكونات المدنية التي حدثت بينها بعض التوترات والاشتباكات خلال المرحلة المقبلة. عموما تسابيح لاحظنا منذ وصولنا أن الأوضاع هادئة، ليست من مشكلات في الجنينة، الجنينة بذاتها لم تشهد طبعا مشكلات، كانت المشكلات خارج الجنينة، هناك انتشار أمني كبير من قوات الدعم السريع والجيش والشرطة السودانية. المواطنون هنا في غالبهم يعولون على مثل هذه التحركات الرسمية لإنهاء وإطفاء الحرائق التي اشتعلت هنا وهناك خلال المرحلة. ولكن خالد ذكرت أن المصالحة ستكون فقط بين القبيلتين اللتين وقع بينهما خلاف أدى إلى اشتباكات سقط فيها عدد كبير جدا من الضحايا، ماذا عن الصورة الأكبر، ماذا عن المصالحات القبلية في إقليم دارفور؟ هل هنالك أي نية لعقد اجتماعات قادمة أوسع خالد؟ إن كان هنالك أي معلومات توفرت لديك؟ يعني هي المصالحات الآن بين قبيلتين بطبيعة الحال، مكونين قبليين هنا في دارفور، لكن يبدو أن نية السلطات المحلية والاتحادية تتجه لعقد مثل هذه المصالحات، لكن طبعا هناك عقبات كبيرة لأن جذور هذه الأزمات والمشكلات عميقة تسابيح، ربما تحتاج لمزيد من الوقت. لكن هذه المنطقة بالذات، منطقة غرب دارفور، كانت شهدت الاشتباكات هي الأسوأ من نوعها منذ فترة طويلة، حيث سقط ما لا يقل عن 100 قتيل في كولبوس قبل نحو أسبوع، وفي كرينك أيضا يعني العشرات من القتلى والجرحى قبل أقل من شهرين. هذا ربما دفع السلطات السودانية للعمل على إطفاء الحرائق هنا في شمال دارفور. منطقة شرق دارفور أيضا تبدو يعني هادئة، منطقة وسط دارفور كذلك هناك بعض المشكلات والتوترات أيضا في جنوب دارفور وفي شمال دارفور، لكن ليس بحجم المشكلات هنا في غرب دارفور تسابيح. نعم، من الجنينة في دارفور مراسلنا خالد عواز، شكرا جزيلا لك خالد حتى لحظة على كل هذه المعلومات.